للاسف المراه فقدت القيمه ديالها. اييه تفرقعي، اللي ما يعجبكش الفيديو زابيه، بس الحقيقه انا هيك مراه بحالي بحالك. المراه فقدت القيمه ديالها والثقه ديال المجتمع فيها، فقدت الكرامه ديالها، فقدت الهيبه ديالها. الرجاله شحال هادي، والدينا وجدودنا كانوا كيعاودوا لنا الرجاله شحال هادي كان الراجل كيتجمعوا كيتصافوا باش يشوفوا مراه خارجه من دارها، ولا مراه غتدخل للدار، ولا مراه خارجه من الشارع. كانت المراه عندها قيمه، كانت المراه عندها قيمه. غتقول لي لا كاينش العكس، هادشي اللي كان، هادشي اللي كان، داكشي اللي كتهضروا عليه نتوما، هذوك الموسخات اللي كيقلبوا على حلول باش كيقنعوا راسهم. لا المراه كانت مكرفصه عاد جاوا الحقوق، لا 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 اللي كان جاهل. اما الحقوق ديال المراه في الاسلام الحمد لله، في الشريعه الاسلاميه كاين حقوق المراه. جا الاسلام حيد البيع ديال المراه، العبوديه ديالها. جا الاسلام حيد القتيله ديال، كانوا كيقتلوا المراه ملي كتزاد البنت كيقتلوها. جا الاسلام عطى الحق للمراه تولد، جا الاسلام عطاها قيمتها. جا الاسلام الرسول اخر الوصايا ديال الرسول استوصوا بالنساء خيرا قبل ما يموت. واش كثر من هادشي؟ راه نتوما اللي مقصرين، راه نتوما اللي مخليين دينكم، ونتوما اللي منساقين في السياسه ديال الغرب. ليش قالت؟ جا المجتمع المسلم صعيب انه يتفكك. اشنو دارت؟ قصدت المراه، دارت حق المساواه بين المراه والمراه. ما خصوش تبقى مقابله على الدار والكوزينه، لا خاص تخرج تخدم. يلاه شدي صاش صورتي دابا كتضربي تما على برا وتخرج تجي تضربي على الدار، وما بقاش تقدر تحيديها حتى الراجل اقتنع صافي دخلوها ليه لدماغه، ولات عنده عاديه، وليتي جطك جطي زوينه بحال هكا. خلصتي الماء خلص الضو، خلصتي التيت خلص الصابون، الله يعطيكم عاد الدل من عندي انا. ما تقوليش هي كاين اللي عندها ظروف، هذيك حاله خاصه اللي راجلها مريض اللي واقفه مع راجلها، داكشي ما كنهضروش حنا عليه. الاستثناءات ما كندويش عليه، ما تقولش عمو لي انا كنهضر على المراه اللي ما عندها حتى شي باس وراسها سخان عليها فيما تقلبي طلعي كتلقاي هازه كاع لوسطه مبينه لينا، ولا فلا كاع مخرجاهم مزيراهم ومبينه لنا الفرقه بحال حنا ناقصنا. ترى حنا هادشي راه طلعنا في الراس، كرهناه. الرجال غيكون هادشي راه الا الشيء ما كانوش كيتقياو يوميا راه ما عرفت. قتلوا لهم النفس، خرجوا على ولادنا، خرجوا على المجتمع ديالنا كامل. ولينا فين ما مشيو، في الطوبيس، في المترو، في التيد، في الصابون، في الشامبون، مراه محطه من كوعه مع الريال بحال زعما شنو قيمتها؟ الطوموبيل باغا تباع حاطين عليها مراه، اشنو معنيتها؟ كنتو كتفهموا، تفهموا بان اصلا الغرب ما كيحترمش المراه، حيت المراه ولات بضاعه، وشحال هذا الشيء كاين، نتوما كتمشيو ضد الاسلام، نتوما اللي محاربين الاسلام، راسكم، هذوك اللي ما فاهمينش، الشريعه ديالهم ماشي ضد، الشريعه ماشي ضد المراه، بالعكس، المراه اشنو بغيتي؟ كتجلسي كيمانيكا في الدار وراجلك خدام عليك. شنو احسن من هكا؟ ماشي ممنوع انك تخدمي، تخدمي، ولكن تحافظي على الشرف ديالك، تحافظي على القيمة ديالك اللي عطاك الله تعالى، تحافظي على الجسد ديالك، تحافظي على داك الشيء اللي عطاك الله تعالى وقال لك ستريه.